علي أعدادهم من المليون واحد. هكذا استقبلتنا الحاجة آمنة بقلب يملأه الحنين لأيام الزمن الجميل وماضيها في كنف العائلة الأولى. هنا بعد أن استقرت في دار العجزة والمسنين بمديرية خورمكسر في العاصمة المؤقتة عدن، انتظرت الحاجة آمنة أن يطل عليها أحد أقاربها، وبعد طول انتظار جاءوا ورحلوا. أجي زورني لأهل مضح ألم اللقاء في المسجد وذلك أجي زور حصل المدير مضح قالوا له في واحدة هنا اسمها آمن سريدي الرائعة في دار المسنين، حيث يقيم العديد من النزلاء وتقيم معهم الكثير من القصص والحكايات بين ألم وأمل لمن فقدوا أحلامهم على عتبات الشيخوخة. أخواني بالبلاد اشتغلوا. ليس الخذلان وقسوة الأيام والتقدم في العمر عوامل تحيط بهم فقط، المرض أيضا يؤرق حياتهم. هذا يوسف الذي عمل لفترة في مهنة الصحافة، هو أحد نزلاء الدار ويرقد حاليا في مستشفى النقيب بعد إجراء عملية جراحية له. بالنسبة لحالة الوالد يوسف، وأجا من دار المسنين، وشاكرين الإدارة دار المسنين قاموا بتغطية التكلفة كاملة من إجراء عملية وشراء صفائح تيتانيوم أحدث أنواع الصفائح. يشهد الدار الذي يقع وسط العاصمة المؤقتة تحسنا طفيفا رغم تجاهل الجهات المعنية للكثير من المستلزمات الضرورية، فهو كنزلائه يحتاج إلى توفير الدعم اللازم لتأدية خدماته بشكل أفضل. وفي أشياء كثيرة ناقصة، الحكومة يفترض علينا تقوم معهم، مثلا إذا المدير قال لهم كذا الشيء كذا 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 كذا، يفترض علينا نلبوه وطلبه. لسان حال هؤلاء النزلاء بعد كل هذا العمر يلخص رسالة واحدة، مفادها ماذا يحتاج من وصل إلى مرحلة الشيخوخة بعد أن ودع أزهى سنوات عمره، سوى البقاء في منزله بجانب أهله وأحبائه، أو أن تكون له حياة كريمة في كنف مؤسسات الرعاية الخاصة بالمسنين. حنين جمال، بلقيس، عدن.